كلاب الدوجو أرجنتينو نشأت في قرطبة جزء من الأرجنتين، حيث تم إنشاؤها في عام 1928 عن طريق خلط 10 سلالات مختلفة. هي سلالة تتميز باللون الأبيض، وبعض الكلاب لديها بعض البقع السوداء، كما أنها كلاب ذكية وقوية وعنيدة. كان الغرض الأساسي من إنشاء سلالة الدوجو في قرطبة هو اصطياد الخنازير البرية والبومي في مختلف الأماكن من الجبال الوعرة. يبلغ متوسط عمر كلاب الدوجو أرجنتينو من 9 إلى 15 عام. يتراوح متوسط سعر جراء سلالة الدوجو أرجنتينو من 2000 إلى 5000 جنيه. كلب دوجو الأرجنتيني هو كلب ذكي ويتدرب بسهولة. يأتي كلب دوجو الأرجنتيني بارتداء معطف أبيض سميك ومصقول، ولكنه لا يحتوي على فر، وشعره قصير. عادة ما يصل حجم دوجو الأرجنتيني إلى 24.27 بوصة في الطول، ويبلغ متوسط وزنه 80.1 طن.